السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالبة إيثار عدنان فطاني من إدارة تعليم مكة المكرمة. بفضل الله تم ترشيحي لمبادرة الموهوبون العرب التي أطلقتها موهبة بالتعاون مع الأليكسو. بالنسبة لي تعتبر هذه المبادرة من أكبر المبادرات التي تهدف إلى اكتشاف واحتواء الموهوبين والموهوبات في العالم العربي، مما يعزز بناء الطاقات العربية الشابة والواعدة لقيادتهم نحو مستقبل طموح ومشرق. فاحتضان الموهبة يساهم في السير على خطى علماء العرب والمسلمين. فالعالم الذي تأثرت به علميا هو الخوارزمي، الذي وضع أساسيات الرياضيات والخوارزميات التي نعتمد عليها اليوم في علم الحاسوب. لذلك أصبحت مهتمة بالمعلوماتية والتفكير الحسابي، وتعني لي مشاركتي وترشيحي من المملكة في هذه المبادرة الكثير، حيث أن تمكين الموهبة والإبداع وتعزيز الشغف بالعلوم دليل على الاستثمار في رعاية الموهبة التي تقوي التنمية المستدامة في العالم العربي. وفي خطوات القادمة عند احتوائي في هذه المبادرة أطمح إلى تطوير مواهبي وقدراتي لأصبح شخصية مؤثرة في المجتمع لصناعة مستقبل باهر، وأمثل المملكة العربية السعودية عربيا وعالميا كسفيرة للموهبة والإبداع. ولله الحمد خضنا في المرحلة الأولى من المبادرة، وهي المقياس العلمي الذي يحتوي على 4 أقسام تغطي جميع نواحي القدرات العقلية. وأخيرا شكرا موهبة على إتاحة هذه الفرصة للموهوبين والموهوبات.